أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في برلمان أقليم كردستان عزت صابر، أكد أن هنالك مشكلتين رئيسيتين تقف أمام حسم موضوع الموازنة. أولهما المناقلة وهي أبواب الموازنة الاتحادية، والثانية تتعلق بعدم تطبيق بنود الموازنة. وهذا يعني توجد مشكلتين، المشكلة الأولى المناقلة في أبواب الموازنة، المشكلة الثانية عدم تطبيق بعض بنود الموازنة، وهذا ما هذا يجب أن يتم الحل أو إيجاد الحل له من قبل المحكمة العليا، وكلنا أمل بأن يتم حل هذه المشاكل وصرف الموازنة. نحن واصلين إلى نصف السنة، يعني الشهر السادس تعتبر نصف السنة المالية ل 2017.